وإن من لطف الله بك أنه ربما طمحت نفسك لمنصب أو مال أو زوجة، فبذلت في ذلك جهدك واستنفرت في ذلك طاقتك، فلم تحقق بغيتك ولم تنل طلبتك فتظل حزينا، وما علمت أن ذلك إنما هو لطف الله سبحانه وتعالى بك، قد وقاك من شرور لا تعلمها. ولذا يقول ابن مسعود، وذلك فيما أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، يقول ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالتجارة والإمارة، فيقول فينظر الله إليه فيقول لملائكته: اصرفه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يتطير، يقول: سبق لي فلان ودهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عليه. إذا اقنع بما قسم الله لك من الرزق تكن أغنى الناس وأسعدهم.